في مساء يوم 25 يناير سنة 1983 أعلن التلفزيون المغربي عن وفاة الجنرال أحمد الدليمي الرجل الثاني في الدولة والذي يلقب بالجنرال المرعب في حادث سير بعدما اصطدمت سيارته بشاحنة. كان الخبر بمثابة صدمة على مسامع الشعب المغربي لأن المكانة التي كان يحظى بها الجنرال كانت كبيرة، فكيف يتعرض لهذا الحادث ويلقى حتفه في غمضة عين؟ فشكك الشعب المغربي في الأمر وقال أن هذه الحادثة مدبرة، خاصة وأن الدليمي قبل أن تصدمه الشاحنة كان قد غادر القصر الملكي بعد لقاء شخص مع الملك، فهل يا ترى ظنهم كان في محله أم أن الحادث كان قضاء وقدر؟ أحمد الدليمي من مواليد سنة 1931 في مدينة سيدي القاسم غرب المملكة المغربية، وهو من أصول صحراوية تنتمي لقبائل أولاد دليم. نشأ في أسرة معروفة في منطقته لأن والده كان كاتبا ومترجما عند المراقبة المدنية الفرنسية أيام الاستعمار الفرنسي على المغرب، وبعدها عمل كموظف مركزي في وزارة الداخلية في الرباط. في المرحلة الثانوية التحق بمدرسة مولاي يوسف الموجودة في عاصمة المغرب في الرباط، وكان طالبا متفوقا، وقال عنه زملاؤه في تلك الفترة أنه كان تلميذا فقيرا ومنعزلا عن زملائه، وكان يلبس طوال السنة سواء في الصيف أو الشتاء بذلة واحدة وصندال ولا يغيرهم من شدة فقرهم، لكنه في نفس الوقت كان طالبا مجتهدا ويحب قراءة الروايات البوليسية. وبعدها اختار الدليمي الحياة العسكرية والتحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمكناس، حيث تخرج من هذه المدرسة نخبة من أكفأ ضباط الجيش المغربي. عرف الدليمي كيف يحقق نجاحا واضحا ويظهر تميزه، فأصبح من الضباط المقربين من الملك محمد الخامس حاكم المغرب وقتها ووالد الحسن الثاني، وأخذ معه حملة الريف القاسية سنة 1958 ضد القبائل المنتفضة في شمال المملكة، وساهم في تفكيك جيش التحرير لكي يتخلص من أي قوة تتحدى النظام بعد جلاء فرنسا، وكان واحدا من الذين قاموا بقمع المظاهرات المتواصلة التي حصلت في الدار البيضاء وواصل نشاطه. وبعد كل النشاطات الواضحة التي قام بها أعجب به ملك المغرب الحسن الثاني بعدما تولى الحكم بعد وفاة والده الملك محمد الخامس، فقام بإرسال الدليمي ضمن تكوين من الضباط على بعثة للشرطة البريطانية الإسكتلندية والتي تعد من أقوى أجهزة الشرطة في العالم. وبعدما رجع قام الملك بتعيينه رئيساً للاستخبارات العسكرية. ولما تولى الجنرال أوفقير منصب مدير الأمن الوطني في أغسطس 1964 قام بتعيين الدليمي نائباً له، وبقي اسم الدليمي مرتبط بالقوة والاستبداد لدرجة أن السي آي الأمريكية آنذاك عملت تقارير رصدت في عمليات مالية ضخمة أشرف عليها الدليمي بصفته مسؤول أمني، وأصبح اسمه مكتوب عندهم في قوائم المراقبة بعدما قاد عملية البحث عن شيخ العرب أحمد فوزي والذي دخل في حرب ضد النظام وقام بعمليات مسلحة استهدفت بعض رموز الدولة، لأن الدليمي صرف تعويضات لبعض المخبرين الذين كانوا يتجولون باستمرار بين العاصمة الجزائرية والفرنسية، ودفع رشاوي لبعض قدماء المقاومة من أجل الإطاحة بشيخ العرب في شباكهم، وبالفعل تخلصوا منه في الآخر وتم اغتياله في الدار البيضاء. وبعد هذه العملية أصبح الدليمي المسؤول الأول عن عمليات المخابرات المغربية. تعرف الدليمي أكثر للرأي العام وعلى المستوى الدولي بعدما اختفى زعيم المعارضة اليساري المهدي بن بركة، وتورط في عملية اختطافه واغتياله في العاصمة الفرنسية باريس
يوم 29 أكتوبر سنة 1965، وقيل آنذاك أن المهدي بن بركة كان على موعد مع مخرج سينمائي فرنسي في مقهى في شارع سان جيرمان في قلب العاصمة الفرنسية من أجل الإعداد لفيلم عن حركات التحرر، وكان هذا المخرج مجرد فخ ومشارك في عملية الاختطاف. ثم توجه رجلين شرطة فرنسيين طلبوا من بن بركة الركوب في سيارة الشرطة، وبعدها اختفى عن الأنظار. وخلال التحقيقات اعترف الشرطيين أنهم هم من قاموا بعملية الاختطاف بالاتفاق مع المخابرات المغربية، وأنهم أخذوه إلى فيلا في ضواحي باريس، وهناك شاهدوا الجنرال أوفقير ومعه أحمد الدليمي، وأن بن بركة توفي أثناء التحقيق معه وهو تحت التعذيب. اتهمت المحكمة الفرنسية الجنرال أوفقير، الرجل الثاني في النظام آنذاك، والدليمي، وحكمت على رجال الشرطة بالسجن بتهمة الاختطاف، خاصة وأن جثة بن بركة اختفت تماماً لدرجة أنهم شكوا أنهم أحرقوها. أما أوفقير فحكموا عليه بالسجن غيابياً مدى الحياة، وأصدرت فرنسا مذكرة دولية بالقبض على أوفقير. تدهورت العلاقات بين المغرب وفرنسا، ونفى الملك الحسن الثاني التهمة الموجهة لنظامه بالتورط في الجريمة. أما الدليمي فالقضاء الفرنسي برأه من تهمة اختطاف واغتيال بن بركة، لأنه كان قد قدم أدلة بأنه لم يكن موجودا في باريس يوم الحادث، وأنه كان في الجزائر يرتب لنشاط سيشارك فيه الملك. ولما عرف بأن الأمور ليست بخير في باريس وصل يوم 30 أكتوبر، وعلم أن بن بركة قد توفي بالخطأ على يد أحد القتلة الفرنسيين، وخرج من القضية بكل بساطة، لكن كل أدلته لم تكن مقنعة لعدد كبير من المتتبعين للقضية. وأكد هذا الكلام محامي بن بركة الفرنسي موريس بوتان لما صرح بعد فترة أن محاكمة الدليمي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي سنة 67. فالرأي العام الفرنسي نسي قضية المهدي وتابعوا تطورات الحرب في سيناء، فحكم على الدليمي بالبراءة. وفي الوقت نفسه كان مسؤولو المغرب يهددون أنهم لو كشفت فرنسا عن حقيقة مقتل المهدي فالرباط ستتعامل مع الفرنسيين كرهائن. الجدير بالذكر في قضية اغتيال المعارض بن بركة أنه في عام 2014 وفي برنامج الحقيقة التي بثته القناة الإسرائيلية الثانية، ظهر العميل السابق في جهاز الموساد الإسرائيلي رافي إيتان، وأكد أنه ساعد الدليمي في التخلص من جثة بن بركة بعدما قضى عليه الدليمي بالخنق تحت التعذيب. وهنا سننتقل لفصل ثان من فصول الجنرال المرعب أحمد الدليمي. في سلسلة حوارات أجرتها جريدة المساء المغربية مع صديق الدليمي مدحت بوريكات، قال أنه هو وإخوته علي وبيازيد في سجن تزمامارت الرهيب، أن الدليمي كان يقتل المعتقلين بالمسدس بنفسه، وأضاف أن الإخوة بوريكات كانوا مقربين من الأسرة الملكية المغربية واعتقلوهم لأسباب غامضة سنة 1973، وتعرضوا للتعذيب في مركز بي آف 3 في الرباط قبل أن يتم نقلهم للسجن في بداية الثمانينات، وبقوا هناك حتى سنة 1991. ويعد سجن تازمامارت أفزع معتقل سري في المغرب موجود في الصحراء الشرقية، وتوفي فيه العشرات من المعتقلين بسبب الإهمال والأمراض والبرد القارص. ويضيف بوريكات أن الدليمي كان يأتي للسجن ويتخلص بشكل شخصي من بعض المعتقلين. بعدما تعرض الملك الحسن الثاني لمحاولتي انقلاب فاشلتين سنة 71 و72، والتي قادها أشخاص كانوا مقربين منه، جعلت الملك يفقد الثقة في كل من حوله ويمنح الدليمي الثقة الكاملة لأنه كان حاضرا معه لحظة وقوع المحاولتين. وما حدث بالتفصيل
هو أن الدليمي كان يعمل بالقرب من الجنرال أفقير، وتحولت علاقتهم لحالة من الصراع الخفي على النفوذ والفوز بثقة الملك. وعندما قام أفقير الرجل الثاني في الدولة والجنرال المقرب من الملك في صيف عام 1972 بمحاولة الانقلاب التي قادها ضد الملك وحاول اغتياله وهو على متن طائرته، ومحاولته باءت بالفشل، قام الملك باستدراجه في قصره الملكي، وكان الدليمي متواجد هناك، فتم اغتياله رميا بالرصاص، ويقال أن الدليمي هو من أطلق عليه الرصاص. وبعد ذلك اتصل الملك بزوجته وقال لها أن زوجك قد انتحر. تم نقل زوجة أفقير بعد ذلك وأولاده الستة للسجن، وقضوا فيه 19 سنة لغاية هروبهم منه بطريقة دراماتيكية سنة 1991 إلى فرنسا. فكانت تلك فرصة على طبق من ذهب لدليمي بعدما تخلص من منافسه وانفرد لوحده بالنفوذ الأمني والعسكري، فتحققت أحلام الدليمي وأصبح جنرالا بعد موت أفقير. ورتبة الجنرال هذه كانت أعلى رتبة يطمح لها أي شخصية عسكرية في عهد الملك الحسن الثاني. ومن هنا برز في المشهد السياسي، وكان قائدا ميدانيا للقوات المغربية، وخاض معارك في الصحراء الغربية، وواجه جبهة البوليزاريو التي تمثل الصحراء وتدافع عنها وتدعمها الجزائر وتساندها، لكنه نجح بقوته في هزيمتها. فلك أن تتخيل حجم المكانة والنفوذ الذي وصل إليه الدليمي في الستينات والسبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي. ما بين الرواية الرسمية التي تؤكد أنه اصطدم بشاحنة، ورواية ثانية موازية تؤكد تعرض الجنرال لعملية اغتيال مدبرة بمجموعة عسكرية من أجل إجهاض محاولة الانقلاب كان يحضر لها ضد الملك الحسن الثاني، ورواية ثالثة تقول أن شخصيته تنامت قوتها بشكل فاق الحدود فأراد الملك التخلص منه. لكن كل هذه الروايات كانت عبارة عن أحاديث سرية كانوا يخافون أن يتم تسريبها للعلن بسبب حالة الخوف التي كانت سائدة في المغرب في فترة الثمانينات والمعروفة باسم سنوات الجمر والرصاص، في حقبة امتدت من بداية حكم الحسن الثاني سنة 1961 إلى غاية سنة 1991. وكان النظام حينها يمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتيال لأي شخص يتجرأ أو يفكر أن يعارض الملك. في عام 1983 نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالاً على صفحتها الأولى تبنت فيه رواية ثانية تماماً غير الرواية المغربية الرسمية، وكتبت أن وفاة الجنرال كان اغتيالاً مدبراً، وأن بعضاً من الشهود العيان سمعوا انفجاراً يشبه انفجار قنابل يدوية، فلما سارعوا إلى المكان وجدوا سيارة الجنرال محروقة تماماً، ثم سمعوا صوت انفجارات ثانية وشاهدوا شاحنة تهرب بسرعة جنونية. ولما انتشر المقال صدرت أوامر عليا بطرد مراسل الجريدة رولاند ديليكر من المغرب بعدما قضى يومين تحت الحراسة في الحجز الاحتياطي. لكن الموضوع لم ينتهي بعد، حيث ظهر ابن أخي الجنرال هشام الدليمي في لقاء مع صحيفة الأيام وقال أن الرواية التي قدمتها الدولة للإعلان عن وفاة الجنرال لا تطمع إلا السذج، لأن ما حدث كان عملية اغتيال تم الإعداد لها بعناية ونفذت بطريقة بربرية. وقال أنه تلقى معلومات من والده ومن أبحاث قام بها للوصول لحقيقة وأسباب وفاة عمه. وقال في اللقاء أيضا بأن الجنرال قفز من السيارة التي كان يركبها وظهر وهو يحمل سلاح رشاش، ولكن بعد نفاذ ذخيرته تلقى وابلا من الرصاص وسقط، ثم انفجرت السيارة. وكان الحارس الشخصي للملك محمد الميدوري مختبئا يتابع عملية التصفية التي تم تصويرها من البداية إلى النهاية. وبعد ذلك توجه الملك الحسن الثاني نحو المكان الذي قتل فيه الجنرال الدليمي،
ووضع رأسه بين يديه وبدأ يردد: يا لطيف يا لطيف. فلذلك اتهم هشام 3 أشخاص في عملية الاغتيال: وزير الداخلية إدريس البصري، ووزير القصور والتشريفات الملكية مولاي حفيظ العلوي، والحارس الشخصي للملك محمد الميدوري. وقال بأنهم هم من وراء التخطيط لعملية التخلص من الجنرال بعد أن قاموا بإقناع الملك بأنه سيقوم بمحاولة انقلاب مثل ما فعلها من كان قبله. ووضح هشام أن عمه لم يكن يحتاج لخطة الانقلاب لأن نفوذه كان قويا ويصنع قرارات مهمة، فكان واضحا وضوح الشمس أن وجوده كان يهدد امتيازاتهم ومواقعهم، وأن الصراع على السلطة انتهى بصراع دموي. وكذلك بسبب العلاقة القوية التي كانت تربط عمه بالملك منذ استقلال المغرب عن الاحتلال الفرنسي، لأن القرب الذي كان بينهم لم يصل له أي أحد قبله أو بعد وفاته، وذلك يجعل اسمه كبيرا في الدولة ويمتلك سلطة حقيقية. وفي نهاية اللقاء أشار أنه سينشر كتابا فيه تفاصيل وأسرارا مثيرة بخصوص الأدوار التي لعبها عمه في مغرب الحسن الثاني، ويجعله ملكا غير متوج على حد تعبير الصحافة الفرنسية. أما عن الجيش فكان في حالة استنفار يوم وقوع الحادث، وأشاروا بأن نعش الدليمي كان مقفولا ورفضوا ومنعوا أي شخص يريد مشاهدة جثته، وتمت مراسيم الدفن باستعجال، وتم القبض على 15 ضابطا، وثلاثة منهم تم إعدامهم. ومع مرور الوقت بدأت تتضح الرؤية ويفهم اللغز أكثر، ووصلت معلومات جديدة أكثر جرأة، وهي أن العلاقة بين الملك والجنرال قبل اغتياله بفترة كانت متوترة بعض الشيء، لأن الدليمي بنفوذه وقوته بدأ يتحدى الملك شخصيا، فصرح مساعد الملك محجوب الطوبجي والقائد السابق في القوات البرية الملكية وصاحب كتاب ضباط صاحب الجلالة الممنوع في المغرب أنه في أحد الأيام التي سبقت مقتل الجنرال كانت تقام سهرة لفرقة راقصات مغربية يؤدون عروضا شعبية، وعندما استدعاه الملك رفض مقابلته وانشغل بالسهرة. يعتقد محجوب الطوبجي مساعد الملك أن الملك الحسن الثاني اتخذ قراره الحاسم في تلك الليلة، لأن الدليمي قد تجاوز الحدود، حتى أنه في مناسبة من المناسبات تحدى الملك ونزع نياشينه العسكرية وقام برميها للملك. وأضاف صديق الدليمي معنينو مدير الإعلام السابق وواحد من نجوم التلفزيون المغربي في فترة السبعينات في الجزء الرابع من كتاب أيام زمان أن الدليمي كان يتكلم بسوء عن الحسن الثاني في سابقة كانت الأولى من نوعها، وأنه في نهاية سهرة حضرها وكان موجودا فيها عبد الجليل فنجيرو مدير وكالة الأنباء المغربية وسفير المغرب في لبنان سابقا، قال له الدليمي بكل فخر: أنا الجنرال العربي الوحيد الذي تمت دعوته لحضور تجمع للجنرالات الذي سيعقد في النمسا، ولن يحضر هذا اللقاء سوى كبار الضباط الذين حققوا نجاحات ميدانية، لأنهم في الخارج يحترمونني وفي الداخل أعيش في بيت بسيط. وكان يقصد في كلامه الملك الذي كان يعيش وسط عشرات الهكتارات. وبعد ذلك كثرت التفسيرات القوية عن حقيقة اغتياله، وظهر جنرال فرنسي بتصريحات قوية وقال أن الجنرال أحمد الدليمي قال: كيف ننتصر في حرب الصحراء في الوقت الذي ينام فيه قائد القوات المسلحة لغاية المساء؟ وكان يقصد هنا الملك الحسن الثاني. وما زاد الشبهات أكثر على الملك الحسن الثاني بأنه هو الذي خطط لاغتيال الدليمي، أنه في ليلة وفاته ذهب الملك لمنزل الجنرال أحمد الدليمي في الرباط وقدم واجب العزاء لأسرته، وكانت هذه المرة الأولى التي يقوم بها الملك بمثل هذا الفعل، لأن ما قام به مع عائلة الجنرال أفقير والفضائح التي قاموا بها بعد موته كانت عكس التي قاموا بها مع عائلة الدليمي تماما. فمثلا راعى الملك أرملة الجنرال الدليمي وأولاده
ولم يقم بحجز ممتلكاتهم. فبعد تصرفه الغريب هذا، علق بعض المحللين بأن الملك كان يحاول أن يؤكد للناس أن وفاة الدليمي كانت بسبب حادث سير، وأنه متعاطف مع أسرته، لكن لم يصدق أحد هذا السيناريو. وبعد فترة ظهرت معطيات جديدة، وهي ظهور تقارير سرية خاصة بالمخابرات الأمريكية، منشور فيها نص يضم لائحة بأسماء لشخصيات مطلوب اغتيالها. ووجدوا من بين الأسماء المطلوبة هذه اسم الجنرال المغربي المتوفي أحمد الدليمي. فزادت الشكوك أكثر ما بين المعطيات وكثرة الآراء والروايات على أسباب وفاته. وكان الشيء الوحيد المتفق عليه هو أن قوته كانت تزيد مع مرور الوقت وتثير تخوف أصدقائه قبل أعدائه. لكن في النهاية أسدل الستار على مسيرة الجنرال الدليمي، بعدما ارتبط اسمه بالنجاحات والنفوذ، وأيضا بانتهاكات حقوق الإنسان. وأنت يا عزيزي المشاهد، ما الذي استنتجته؟ هل الدليمي توفي في حادث سير؟ أم كانت عملية اغتياله مخطط لها؟ ما شفتوا هذا الدليمي فتنا؟ ما شفتوا؟